كيف أخشع في الصلاة هواجيسي كثيرة جدا. هما بلنت إبليس مخيشنا كلنا والله صدق صحيح ها والله مخيشنا يا شيخ. لكن مع هذا يا إخواني الإنسان يجاهد. وأنا سمعت من أحد مشايخنا الفضلاء جزاهم الله خير يقول الإنسان يستغفر، لأن إبليس يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، يستغفر قبل الصلاة ثم يدعو بهذا الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وينوي بحسن العبادة في هذا الدعاء، ينوي بالخشوع في الصلاة، حتى لو صرح قال يا ربي أعني على الخشوع في الصلاة، يا ربي أعني، لأن رب العالمين يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقط. الأمر الثالث أن الإنسان يبتعد عن مذهبات الخشوع، يعني لا يصلي عند التلفزيون، لا يصلي عند إذاعة، حتى لو إذاعة القرآن، عرفت؟ لا يصلي في طريق يجول بزران يروحون منه يجي، يبتعد عن الأشياء التي تضر بالخشوع، هذا أيضا مهم جدا. وأيضا من الأشياء المهمة للخشوع أن الإنسان يبتعد يعني عن الأشياء الذي يعني ما يصلي بحضرة طعام ولا وهو يدافعه والأخبثان، لأن هذه أيضا سيكون لها أثر على الخشوع، سيكون لها أثر على الخشوع. فالإنسان إذا أبعد المزعجات وعمل الدعاء لهم وأقبل على التدبر، تدبر الفاتحة والذكر، هذه من الأشياء التي تنفع إن شاء الله في الخشوع إن شاء الله.